ده انا زعلان منك على فكرة بجد، عيب، ما يصحش اللي انت عملتيه النهارده. ما ينفعش تقول للراجل انت حرامي في وشه كده. انت اللي قلت. انا ما قلتش انه حرامي، انا قلت اني بشك فيه زي ما بشك في عمران وعلي. وبعدين ما يصحش بابا يقول كلمة جوه البيت ونطلعها بره. كل بيت له خصوصية وله اسراره، اللي بيحصل جوه ما ينفعش حد يعرف عنه حاجة. ولا انت هتعملي زي خديجة بقى ولا ايه؟ لا يا خديجة، انا بقول لحالة انها تتعلم منك انها تطبخ ازاي يعني. شفتي؟ وبرضه انا زعلان منك. ممكن ألعب معاك؟ لا انا زعلان. طب وكده؟ ما تحاوليش، ما تحاوليش. طب تعالي اقعدي بقى عشان اقولك على حاجه. اللي انت عملتيه غلط ومش هتعمليه تاني، صح؟ كفايه انت حتى تعمل تزهقني في العربيه، كفايه. يعني اتفقنا انك مش هتعملي كده تاني؟ وعد؟ وعد. طيب كده انت هتبقي شاطره، بحبك انا كمان. قوي. وانا كمان. انت عارفه باباكي بقى، انت عارفه باباكي ظابط شاطر بقى، صح؟ عملت ايه في القضيه؟ انت تعرفي عني ايه؟ انك اشطر مقدم مباحث في مصر. واللي بقى هو مين؟ بصي، هو المجرم غلط غلطه كبيره قوي وما خدش باله منها، وعشان ما فيش جريمه كامله كان لازم يسيب دليل وراه، وهو ده اللي حصل. ايه هو الدليل؟ هقولك، هو غلط غلطتين مش غلطه واحده. الغلطه الاولانيه رجاله الادله الجنائيه شغالين عليها دلوقتي، والغلطه الثانيه صلاح هو اللي بيشتغل عليها. هجيب المجرم، متقلقيش. بس انا زعلان منك برضو. الله، ما كفايه، ما انت قعدت تزهقني في العربيه. لا لما قلت لك زعلان منك انت قعدت تدلعيني وتلعبيني وبتاع، فانا زعلان منك عشان تدلعيني. لا بقى، لا بس بقى، ما انا زعلان برضو. لا انا زعلان بس بقى يا شقاوه بقى، بس بقى. ربنا يخليك لي يا رب، ما يحرمنيش منك ابدا يا حبيبتي. بصي بقى، كان يا مكان وما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام.